يا عبد الله ما الذي يعجزك أن تقرأ جزء في القرآن من القرآن كل يوم؟ يا عبد الله القرآن ينبت الإيمان في قلبك، ينبت الإيمان، ينبت حب الله، ينبت حب الالتزام، ينبت حب الخير في قلبك كما ينبت الماء النبات. أين أنت عن هذا الهدى يا أخي؟ لماذا لا تدخله جوفك؟ لماذا لا تقرأ كل يوم حتى تحصل على هذه السعادة؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أنت بحاجة، أنت كما أنت وأنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حنظلة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا كنا عندك تحدثنا بالجنة والنار حتى كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الضيعات المزارع والزوجات والأولاد، يعني نضعف إذا اختلطنا بالناس، اختلطنا بالعمل، اختلطنا بكذا. فقال لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. فنحن نحتاج بحكم هذه الحياة والعمل نحتاج إلى أن يكون لنا فترة في يومنا نخلو بها بكتاب ربنا نقرأه حتى يعوضنا ويذكرنا ويزيل عنا بعض ما أصابنا من أعمال الدنيا وما يضعف الإنسان. فيا عبد الله لابد أن وطن نفسك على هذا، وكما قلت لك هذه هي السنة. ولهذا النبي قال اقرأه في 40، لو قرأت في 40 هذه نعمة عظيمة، لكن تواصل وقد تبدأ في 40 في البداية، لأن دائما البدايات فيها نوع من المشقة. والنفس عجيبة، نفسك التي بين جنبيك متى ما ذللتها على الطاعة وألزمتها وأخذت مدة استسلمت، صارت تطمع في هذا، لكن في البدايات تجد صعوبة، لكن هكذا الحياة، ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ولا بد من الصبر على الطاعات.